أنا بتذكر بتاريخ يعني بأصح المبادرة هي إنه أنا كنت في زيارة مع مجموعة كان في كان وفد جاية من الأجانب وفت معهم وجلسنا مع لجنة الشبابية وحكينا بشو احتياجاتهم وشو تطلعاتهم وهيك وكان الأخذ كلمة قال لي إياها فبتيجي نفوت كثير كلها بتوعدنا ببرامج وغيره وكله بيروح ما بيرجع فنحن قلنا لا بدنا نرجع قررنا إنه نصمم هذا البرنامج بمبادرة من مجموعة من الأساتذة الجامعية واتصلنا بإدارة المخيم وتواصلنا معهم وصلنا لتنظيم هذا البرنامج فهو تجربة أولى ومع بعض إذا نجحنا هاي التجربة وهذا بيتطلب منا كلنا نتعاون بإنه ننجح يعني تكون التجربة ناجحة على أساسها نتمنى نبني شيء أوسع شيء أنتم بتحبوا نتعمق فيه وعد أول شيء العدد رائع العدد كبير ونحن كثير مبسوطين يعني كثير بنرحب بهذا الشيء أنا أول شيء لازم أقدم نفسي أنا بسمة قلماني أستاذة علاقات دولية أساساً في الجامعة الفرنسية والآن من تقريباً من 10 سنوات مديرة مركز أبحاث اسمه مبادرة الإصلاح العربي أنا بحكي عنه شوي إذاً فقط المقدمة الأولى يعني هلا بيجي بعدين بنحكي عن كل المشاركين في هذا المكان بدي أطلب من المجموعة إذا أمكن إنه نبرق عليكم ورقة تحطوا تسجلوا أسماءكم على الورقة كل مين حابب يتبع هذا البرنامج بالكامل يعني هو برنامج متكامل على مدى 5 أيام ربما إضافي بنشوف إذا في جلسة إضافية على آخر البرنامج ولكن الخمس جلسات أو 5 أيام هدول فيهم 10 محاضرات يكون في التزام منكم لحضور 10 محاضرات من 5 أيام كاملة وبالتالي تسجيل الأسماء لأنه في آخر الدورة رح يكون في مثل شهادة يعني شهادة حضور ومشاركة نحن بنوصلكم إياها ولكن طبعاً بدها التزام البرنامج الشيء الثاني اللي بحب أقوله هو على مضمون البرنامج ومين حضره نحن كلياتنا اختصاصنا علم اجتماع علوم سياسية علاقات دولية وهندسة معمارية في المجال والتوجه الاجتماعي أكثر مما هو تقني البرنامج وضعناه مع بعض واستفدنا من خبرات متواجدة في مجموعتين واحدة منهم مبادرة الإصلاح العربي وهي مركز دراسات مركز أبحاث عربي يجمع 17 مركز أبحاث في الدول العربية المختلفة إذا أمكن صوت كتير ضعيف إذا مضطرين يكون مثلة لأنه أنا عم برفع صوتي بقدر الإمكان بس يبدو إذا هون صوت كتير يعني عم يسمع بشكل الصدى صعب إذا نحن مجموعتين مبادرة الإصلاح العربي وضعت هذا البرنامج في خبرات صار لها يعني 10 سنوات بنشتغل على المواضيع اللي عم نطرحها بعض الأمور المجموعة الثانية هي مجموعة الجامعة الشعبية السورية وهون مديرها سيد الدكتور كلود يعقوب رح يحكي لكم عنها ويشرح لكم عنها لكن البرنامج كان مع هدول المؤسستين وانطلاقا من هون اتصلنا باساتذه جامعيين منهم في امريكا ومنهم في فرنسا حتى الان امريكا وفرنسا يمكن من الدولتين اللي اجوا منهم محاضرين عشان هيدا ثاني شيء شكرا هلا الصوت يمكن احسن بدل ما انا صدق انا بدي اول شيء رحب بالاساتذه اللي حضروا خصوصي
لمحاضرة هذه الدورة. الموجودين معنا اليوم مش الجميع موجود، ولكن القسم الأكبر مننا موجود. اليوم رح يكون أستاذ جون بيير فيليو، وهو فرنسي كما اسمه يدل، ولكن يتحدث العربية بطلاقة ومهتم أنه يحاضر بالعربي، وهو سبق محاضر بالعربي الحقيقة. ينتمي إلى أعرف جامعة في باريس في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، وهو معهد الدراسات السياسية مشهور دولياً بمستوى التعليم فيه، من يعني نخبة فرنسا بتتخرج من هذه الجامعة، بالإضافة إلى طلاب أجانب يجوا على فرنسا خصوصي لحتى يدرسوا في هذه الجامعة. فيعني حضوره معنا حقيقة فرصة رائعة، ومحبته التزامه مع السوريين مثالي، ونحن نعتمد عليه بحمل قضيتنا السورية في كل مكان في العالم. له كتابات عديدة ويشارك في الإعلام بشكل كثير، وأتى وجاء أيضا في حضور ابنه دييغو، وكمان هون الارتباط العاطفي بسوريا شيء نحن نفتخر فيه حقيقة. الأستاذ دكتور نجيب قطبان. دكتور نجيب قطبان ربما مو غريب عليكم، هو سوري ولكن أستاذ جامعة في أمريكا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة أركنساس. الدكتور نجيب كمان من الخبراء العريقين في الدراسات العربية والكتابات حول سوريا والشرق الأوسط بشكل عام. وأنا بدي أقدم هلا دكتور كلود يعقوب، وهو أستاذ في الهندسة المعمارية أساساً، ولكن أنا بخلي لكل واحد إنه يقدم نفسه بشكل أكثر، يعني بشكل أعمق. أنا مثل ما قلت لكم أستاذة علوم سياسية وعلاقات دولية في الجامعة الفرنسية أيضاً. هلا بدي أجي على البرنامج. البرنامج في خمس أيام، حول خمس أيام، يعني يمتد على خمس أيام ابتداء من اليوم وينتهي إما الخميس، وإذا استطعنا تنظيم إضافية يوم الجمعة رح يكون في ورشة عمل، لكن ما نقدر نوعدكم فيها اليوم، لسه في مشاورات حول إمكانية عقدها يوم الجمعة القادم لأنه هو يوم عطلة. فإذا كان أنتم مستعدين ونحن مستعدين، ممكن عندنا كمان استعداد إدارة المخيم وتعاونهم معنا، وهنا الحقيقة تعاونوا يعني خارج أوقات العمل وخارج أيام العمل، ملتزمين معنا في أنه ننفذ هذا البرنامج. إذا بتسمحوا لي رح أقدم بإيجاز البرنامج بكامله. بكرة إذا صحنا نطبع لكم البرنامج بالعربي، أنا بإيدي أنا بس برنامج واحد، ولكن نحاول نطبع لكم إياه. أول شيء بنبدأ بالهو هو الأوسع يعني، فرح يكون الجلسة اليوم حول تاريخ العلاقات الدولية في القرن العشرين من قبل الدكتور جون بيير فيليو. وبعدين المحاضرة الثانية هي حول هي مقدمة لأدوات التحليل السياسي، وراح يقدمها الدكتور نجيب قطبان. يوم الأحد بيكون محاضرتين، كمان الدكتور نجيب قطبان بيبدأ بمقدمة حول آلية اتخاذ القرار في الدول الكبرى، ونحن هون مقاربة أكاديمية بشكل أساسي، يعني نحن ما قلنا إنه نحن نعطيكم الأدوات اللي تسمح بالتفكير وبالتحليل، وليس أن نعطيكم رأي شخصي من قبلنا. دورنا كأكاديميين إنه نساعد في شرح وطرح الأدوات
التفكير وأدوات التحليل. الجلسة الثانية غدا حول تاريخ العرب العربي من نهاية القرن الثامن عشر إلى 1948 نصف منتصف القرن العشرين. يوم الاثنين جلستين، واحدة الدكتور جان بيير بيليو كمان بيكون هي ثالث محاضرة له حول تاريخ العالم العربي، وهو تتمة للمحاضرة تبع بكرة حول تاريخ العالم العربي من منتصف القرن العشرين إلى يومنا هذا. الجلسة الثانية يوم الاثنين هي آليات وتجارب حل النزاعات في مناطق مختلفة. طبعا هذا بيعنينا من الموضوع السوري، ولكن كل الفكرة انه نحن نوسع ونشوف تجارب في مناطق اخرى في العالم. يوم الثلاثاء بيكون في جلسة انا راح اقدمها ايضا، بتكون ثاني محاضرة هي عفوا الاولى حول حل النزاعات في تقديمي انا. الدورة الجلسة تبع يوم الثلاثاء حول نماذج التحول نحو الديمقراطية في دول أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية اختبناها لأنها مشابهة جدا بتشكيل مجتمعاتها، بحالة التدخلات في المنطقة والنزاعات اللي قائمة كانت في أمريكا اللاتينية والأنظمة القائمة في أمريكا اللاتينية عندما انتقلت من الاستبداد إلى الديمقراطية. كان نماذج كثير كمان مفيدة لفهم هالآليات. الجلسة الثانية حتكون حول إعادة الأعمار ومشاركة المجتمع المدني. هون الدكتور فلور يعقوب رح يقدم الجامعة الشعبية السورية، ورح يقدم الموضوع اللي هو حول إعادة الأعمار وبمفاهيم مختلفة لإعادة الأعمار. إعادة الأعمار ما هي عمارة وبناية وشارع، هي أيضا إعادة بناء المجتمع وما يسميه هو بالمادي وغير المادي لإعادة تعميد أعمار المجتمع، إعادة الأعمار بعد النزاع. يوم الأربعاء ينضم إلنا زميل الدكتور سلام كواكبي، وراح يتحدث هو عن وضع الإعلام في المنطقة العربية، الإعلام العربي. وبعتقد هذا يكون موضوع مفيد أيضا، لأنه طبعا كلنا بنسمع وبنقرأ وبنشوف ونتعامل مع الإعلام، سواء إذا ما بنعرف دائما شو خلفيات المشهد الإعلامي. الجلسة الثانية يوم الأربعاء راح أقدمها أنا حول النساء والسلام والأمن، وهو موضوع أصبح مهم جدا في العلاقات الدولية وفي المنظمات الدولية وفي الأمم المتحدة وغيره في التعامل مع قضية المرأة كقضية محددة من احتياجات النساء، من وضعهم كضحايا النزاعات، ولكن أيضا دورهم كفاعلات كناشطات كلاعب أساسي في عملية سمع السلام في مجتمعات مختلفة. وهون أنا ما رح أتطرق للموضوع السوري، رح نتطرق فعلا للمواضيع كيف تم ذلك في مناطق مختلفة من العالم. تأتي بعدين بيوم الأربعاء ورشة جلستين حول ورشات عمل حول تصميم وتنفيذ العمل الدراسي. هون في ورشتين عمل عم نشوف الآن مع المنظمين لهالورشة كيف يكون يعني كيف يكون هالمحاضرتين هدول حول العمل الدراسي وكيف نتعامل معهم، ولكن أنا راح بس أتكلم عنهم في جلستين حول هذا الموضوع. دكتور فلور يعقوب والمهندس سيفات الفوكانو راح يقدموا هذا الموضوع. أخيرا يوم الخميس كما هو معلن الآن في البرنامج دور العدالة الانتقالية في ما بعد الأزمات، في الخروج من الأزمات، كمان هو نماذج مختلفة من العالم. وأخيرا الورشة حول تصميم وتنفيذ العمل الإغاثي، إشراك المجتمع في ذلك وتقنيات العمل الإغاثي
الدكتور نور يعقوب. على فكرة من هذا البرنامج أنا عم بعطيكم فكرة عنه عامة، بتمنى منكم إنه على ضوء ذلك إذا شايفين إنه بيهمكم حضور هاي الدورة من وزع يعني بنخلي ورقة تمر على الجميع توقعوا تحطوا أسماءكم وعلى أساسه بنكمل مع بعض إن شاء الله الأسبوع بكامل. شيء بحب أقوله هو إنه في هالمحاضرة وقتنا ضيق وقتنا ضيق جدا، معنا ساعة وربع لكل محاضرة، فراح يكون في تقريبا ثلث ربع الساعة تقديم من قبل الأستاذ أو المحاضر اللي بده يتحدث، ثم نص ساعة تقريبا، وإن شاء الله نقدر نلتزم بهذا الوقت ونضلكم نلتزم الحقيقة، فراح نخلي نص ساعة للنقاش، نفتح لكم المجال لتسألوا أسئلة ويكون في مجال للإجابة على تساؤلاتكم، لكن بدنا نكون كثير منضبطين وأي سؤال بده يسأل في دقيقتين إذا أقل أحسن، ولكن لا يزيد عن ذلك. كثير مهم إنه نلتزم بهالقاعدة هاي حتى الجميع يكونوا فرصة يتحدث ويكون عندنا وقت لنقاش حقيقي والسؤال يكون سؤال وليس تعليق. النقاش العام هو بشكل يعني كمجموعة أسئلة هو اللي يعطينا النقاش العام والتعليق حول ما تحدث عنه المحاضرة.